تم سرقة حوالي 5500 متر من هذه الكوابل. هذه الظاهرة تسببت في انقطاع خدمات الهاتفية والخدمات الإنترنت، وعزل حوالي 1300 زبون على مستوى بلدية رويسات في 4 مخاضع. احنا يا في البلدية ما عندنا فاكس يمشي، ما عندنا تليفون يمشي، ما عندنا والو. رانا كون جينا فاكس مستأجر ولا حاجة ما عندنا والو، ما كانش. هذه كاع الظاهرة هذه تسرقت على الكوابل، يعني الكوابل النحاسية يسرقوها الأولاد من أجل يعني بيع نحاس للباركات. احنا بدورنا كجمعية رسلنا الجهات الأمنية من أجل التدخل العاجل، وكذلك رسلنا الجهة الوصية من أجل إصلاح هذا العطب.